الراديو 90-90 هواها مصر. بيقول لك ايه؟ لو لقيت طاقية لخفة ولو هتلبسها هتزيد 5 سنين، هتلبسها ولا لا؟ وهتعمل بيها ايه؟ يعني ممكن طاقية لخفة تفرق معاك ايه في حياتك؟ لو يا احمد عمال يناقشني تحت الهواء انه انه مش عايز يكبر وعايز يصغر، لانه ممكن 5 سنين اللي يكبر فيهم دول انه يكون مات. انا اعمل ايه دلوقتي؟ ازيك يا احمد؟ اعمل ايه؟ المفروض انت تشوفي النظرية دي برضو. يعني انا مالي، هو ده الشرط؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فاضل في عمرك قد ايه وانا خلاص ما تلبسهاش يا اخي؟ الله. هو ايه عيني في بقول الخيق؟ طب ما انا حابب ان انا البسها بس اظهر 5 سنين. لا ما فيش حاجه اسمها كده، انت هتلبسها وهتكبر 5 سنين. افرض ما متش يا اخي، انت عندك كام سنه دلوقتي؟ انا 26 سنه. طيب هتبقى 31، هتبقى 31. طب ده حلوين جدا. تمام، هتشوف الدنيا بمنظور مختلف، بس ممكن تموت بقى في 28 فما تلحقش. عايز اقول لك الحاجه الوحيده اللي انا فعلا لو لبست طاقيه لخفه ايه بقى؟ 5 سنين ها مش هفكر اعملها تاني. ها لحد اخر يوم في عمري. ها مشروع الجواز. مش هتتجوز تماما حتى لو بقيت 31 ولا 41؟ والله لو بقيت. طب اقول لك على حاجه، مش انا اختك الكبيره دلوقتي؟ قولي. انا كل اللي اعرفهم قالوا احنا مش هنتجوز، هم اول ناس لبست. هم اول ناس ايه؟ اول ناس لبست، اول ناس اتجوزت. وكل اللي قال انا مش هتجوز غير رايه وقال لك هتجوز. كل اللي قال بقى عايز يتجوز ده اللي ما اتجوزش بقى وقاعد بقى جنب امه لغايه دلوقتي. ما تقول بقى انا عايز اتجوز، خليك ناصح، اضحك على القدر. قول ايه؟ انا هقول لك انا على حاجه. انا اكتر فتره خطوبه عشتها حياتي كانت 21. كانت ايه؟ 21 يوم. ما شاء الله ما شاء الله. يعني حتى ما بتربعنش، حتى 40ك ما حضرناهوش. معقول؟ خطبت انت خطبت كم مره؟ خيرها معايا 21 يوم. خطبت كم مره؟ 3 مرات. 3 مرات. انت موجود، مامتك موجوده معاك في البيت ولا انت بره؟ لا انا بره. طب لما ترجع قول لها سالي بتقول لك اضربيني عشان افوق. عشان ايه؟ افوق. طب ما المشكله ان امي اللي بتجيبهم. طب انت بتسمع كلامها ليه؟ بسمع كلامها ليه؟ اي حاجه تضحك عليك هي بيها. لا روح انت اختار، انت اختار، الدنيا مليانه ناس وهنقابل ناس. انا عن نفسي انا مش عايز اتجوز. طب امال بتوافق ليه؟ انا عندي مبدا. طب لما انت عندك مبدا بتوافق ليه؟ عشان ارضي امي. يعني انت ترضي امك على حساب نفسك وعلى حساب بنات الناس يا ابني؟ طب باباك فين؟ بابا فين في الليله دي كلها؟ لا بابا شايفين. ماله؟ شايفين شي. فماما هي المتحكمه دلوقتي. طب وانت عندك اخوات بنات؟ طبعا ماما قاعده تلعب بيهم ايه الشطرنج 24 ساعه. لا متجوزه. ما هي متجوزه بس ماما هتسيبها، خليه في بقى ده وقته. شوفي جوزك مش عارف ايه، اعملي اكل لجوزك كذا. لا ماما، وانت هتعرف تخلص من ماما؟ لا ما انا ما اقدرش. عايز اقول لك يوم الجمعه ده انا ما بقعدش في البيت بسبب اختي بتبقى موجوده. شفت بقى؟ بس لو انت اتجوزت مش هتقعد في البيت واختك واولادها هيبقوا موجودين. لا ما انا مش هقعد في البيت خالص. انا مش هسيبكم. سواء هم موجودين. انا مش عايز اقعد في البيت. انت بقول لك ايه، قدم على هجره. هتساعديني؟ سيب البلد وامشي. اصل انا ما بوافقش على اللي بيسافر بره، بس انت في حالتك دي انا موافقه. انا عمري ما احب السفر بره، ولا عمري اعرف اعيش بره، ولا هقتنع انا ممكن اعيش بره اساسا يعني. بس ما انت في حالتك دي لازم تسافر طبعا. انا وحياتي. بس افرض مامتك راحت جايه زي الليمبي وامه كده في الفيلم وقالت لك نفتح مشروع عجل. افتح مشروع بقى؟ افتح دماغك يا ماما بس ما تجيش معايا. افتحه وامشي. ما عنديش اعتراض عليه. بس بعيد عن ماما. لا ما تخشش معاه في فلوس، ما تخشش معاه في فلوس ابدا. الموضوع مش موضوع فلوس على فكره خالص. الموضوع ان الموضوع بيبدا بفكره مع ماما وبتقعد تزن. بتقعد تزن بقى، تزن يا ابني. حرام عليك يا ابني، انت الوحيد اللي مش مريحني، انت الوحيد اللي مش مهنيني. انا عمري ما اتبسطت في حياتي بسببك، صح؟ بتقول ايه؟ عمري ما اتبسطت في حياتي بسببك، وانت الوحيد اللي مش مهنيني. بتعمل لك كده؟ شفت بقى؟ شفت؟ ما ده بقى اخر مره في اجازه العيد اللي فات عشان تتجوز، عشان تقرا فاتحه ونشبك. حرام عليك يا ابني، العمر بيجري وانا هشوف لك امتى عيالك. حصل الكلام ده. مش عيب عليك لما تبقى اختك كده اتجوزت وخلفت وانا شفت عيال؟ مش هينفع اشوف عيالك؟ انا بقول لك اعمل لها مجنون بقى، يعني روح للعروسه، خلي العروسه هي اللي تقول عليك لا. انا مريض نفسي، اعمل ايه طيب؟ قول لها انا مريض. يعني طول ما انت قاعد
ثانية بما انك واحدة انا جاي اتقدم لك وعايزك ترفضيني اعمل لك ايه؟ لو لقيتك قاعد قرفان طب ما تمشي يا ابني، مش بتتكلمش معاها خالص، مثلا قولها تعالي نوقف في البلكونة مثلا، اي حاجة، تعالي نوقف في البلكونة، واقفة ما بتتكلمش معاها، قاعد تبص على العربيات، بتبص في السقف. جرب 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 هتنفع، اسمع مني، لو هي عندها دم، لان يعني في بنات ما عندهاش دم. لا هو البنات دول كلهم يا شادي الصراحه ما عندهمش دم. لا مش كلهم، لا لا ما ممكن تكون مامتك، خلي بالك لو ماما فرشلك فرشه حلوه انت حتى بالحركتين مش هتعرف. يعني انا لو مثلا بابايا راح قال لي واحد احنا مش هنلاقي عريس احسن منك وانت 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 وما هنصدق، انا مهما عملت هيقولك ما اهلها كويسين وبيحبوني، فهتبقى لابس لابس، فما بلاش فرشه ماما بس. طب خلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، انا رايح لعروسه بكره، يقول لك انا مش عايز اتجوز. باي باي، انا اقفل المكالمه هنا، امشي، باي باي، امشي يا ابني، امشي.